مساء الخير على كل متابعي موقع ولاعيبه اهلي مصر في كل مكان. لايف جديد من القسم الرياضي واخر التطورات على الساحه الرياضيه. معانا اكتر من موضوع النهارده هنتكلم فيه معاكم، ابرزهم هو صدام بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي برئاسه الكابتن محسن صالح والسويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي طالب من النادي الاهلي تدعيمات كبيره جدا في الصيف المقبل ويرغب في تجديد دماء الفريق الاول. الراجل شايف ان في حاله تشبع وصل ليها معظم نجوم فريق النادي الاهلي ويرغب في استبدالهم بنجوم اخرين يكون عندهم التشوق والدافع لتحقيق بطولات مع النادي الاهلي. مارسيل كولر في جلسته مع لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مؤخرا طلب التعاقد مع اثنين لعيبه اجانب. الاثنين لعيبه دول هما مربط الفرس في الاختلاف في الخلاف ما بين لجنه التخطيط وما بين مارسيل كولر. الاثنين لعيبه دول هما محمد كانوتي اللاعب البرتغالي. هذا اللاعب يرغب مارسيل كولر بقوه في تدعيم خط الهجوم بامكانياته وقدراته، لكن بترغب اداره نادي الاهلي ولجنه التخطيط في النادي الاهلي عندها تحفظ على امكانيات محمد كانوتي وشايفين ان هو امتداد لانطوني موديس الفرنسي المتواجد دلوقتي في صفوف النادي الاهلي ولم يقدم الاضافه الملموسه للفريق الاول. ده بالنسبه لمحمد كانوتي البوركينابي اللاعب اللي بيرغب مارسيل كولر في ضمه ولجنه التخطيط عندها مشكله في التعاقد معاه. اللاعب الثاني هو المغربي والظهير الايسر لنادي سوتشي الروسي يحيى عطية الله، لاعب دولي امكانياته كبيره. الخلاف هنا ما بين لجنه التخطيط وما بين مارسيل كولر ما هواش خلاف فني، الخلاف هنا المره دي خلاف على عدد اللاعبين الاجانب ومراكزهم في النادي الاهلي. النادي الاهلي ولجنه التخطيط بيروا ان التعاقد مع يحيى عطية الله يسبب ازمه كبيره داخل النادي الاهلي خصوصا في ظل رغبه الاداره ولجنه التخطيط في تجديد عقد التونسي علي معلول. وايضا في ظل اقتراب النادي الاهلي من التعاقد مع الجزائري زين الدين بالعيد لاعب اتحاد العاصمه ومدافع اتحاد العاصمه الجزائري. النادي الاهلي بيشوف ان التعاقد مع ثلاثي اجنبي في الخط الخلفي وخط الدفاع يؤثر على القدرات الهجوميه للاستفاده من اللاعبين الاجانب في الجزء والشق الهجومي، وبالتالي يحيى عطيه الله علامه استفهام كبيره. بيرغب مارسيل كولر في التعاقد معاه، لكن في نفس الوقت لجنه التخطيط بتشوف انه يحيى عطيه الله لاعب اضافه للنادي الاهلي، لكن هم عندهم خطتهم في تجديد عقد علي معلول والتعاقد مع قلب الدفاع زين الدين الجزائري زين الدين بالعيد. ده بالنسبه للتحفظ على محمد كانوتي وبرضه بالنسبه لاسباب التحفظ على يحيى عطيه الله. ده بالنسبه للصدام ما بين لجنه التخطيط في النادي الاهلي وما بين مارسيل كولر. معانا كمان خبر عن ازمه محمد الشيبي وحسين الشحات. طبعا كلنا عارفين ان محمد الشيبي لجا للمحاكم المدنيه في قضيته مع حسين الشحات بعد صفعه امام الشاشات بعد احدى مباريات الاهلي والزمالك من حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، وبالتالي محمد الشيبي بيواجه شبح الايقاف 6 مباريات بعدما اصدر اتحاد الكوره قراره بايقاف محمد الشيبي 6 مباريات. طب ايه الجديد في الموضوع؟ ان اتحاد الكوره بدا تسريباته امبارح انه بيوقف تنفيذ عقوبه محمد الشيبي بسبب تقدم محمد الشيبي لتظلم للجنه التظلمات في اتحاد الكوره. لجنه التظلمات وفقا لمصادرنا ستجتمع بعد العيد الكبير مباشره وستصدر قرار بشان محمد الشيبي. القرارات منحصره ما بين 3، يا اما تأييد عقوبه محمد الشيبي بالايقاف 6 مباريات او تخفيض العقوبه، والخيار الثالث الغائها تماما. ولكن من مصادرنا برضو في اتجاه في لجنه الاستئناف لتخفيض عقوبه محمد الشيبي من 6 مباريات لـ3 مباريات او مباراتين فقط، ويكون الامر فيه طرديه برضو للاعب اللي هو تعرض للصفعة على الهواء وبسبب عدم موقف بيراميدز وعدم تراجعه في الشكوى اللي مقدمها ضد الاتحاد المصري لكره القدم ولجوءه للقضايا المدنيه. وبالتالي هناك اتجاه في لجنه الاستئناف ولجنه التظلمات لتخفيض عقوبه محمد الشيبي من 6 مباريات لـ3 مباريات او مباراتين، ودي المفاجاه في قصه محمد الشيبي. وبالمناسبه بعد موقع البطوله المغربي اعلن امس ان الاتحاد المصري لكره القدم استقبل خطاب من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا يؤكد بعدم شرعيه الاتحاد في معاقبه محمد الشيبي وايقافه 6 مباريات، ولكن وفقا لمصادرنا في اتحاد الكره اكد ان الاتحاد الدولي لكره القدم لم يخاطبه في هذا الشان مؤخرا نهائيا، وبالتالي اتجاه لتخفيض عقوبه محمد الشيبي.
الشيبي. عندنا خبر تاني برضه في النادي الاهلي وهو خاص بهديه قدمها رامز جلال النجم الكبير ومقدم البرامج الشهير للنادي الاهلي. من فتره كده 3 شهور رامز جلال تعرف على عائله مصريه تعيش في لندن وتحدث معهم واكتشف ان نجلهم احد اللاعبين المميزين الذين يلعبون في نادي ميلول الانجليزي، وبالتالي بحكم علاقه الصداقه دي رامز جلال حصل على الفيديوهات الخاصه باللاعب وارسلها للمهندس عادل الكيعي المشرف العام على التعاقدات في النادي الاهلي ورئيس شركه الكره، وارسل ليه الفيديوهات دي وفجاه اعجب عادل الكيعي بامكانيات اللاعب وشاف ان هو ممكن ترشيحه للنادي الاهلي، وبالفعل تم التواصل مع اللاعب واللاعب وصل مصر والنادي الاهلي منذ 3 اشهر بالتقريب او شهرين. في خلال الفتره دي تواجد اللاعب هذا اللي اسمه رامز حفظ الله، هو لاعب مصري مواليد 2003 عنده 20 سنه بس من اصول مصريه ولكن معاه الجنسيه المصريه والجنسيه المغربيه وكذلك معاه الجنسيه الانجليزيه بحكم ولادته في لندن. هذا اللاعب متواجد في قطاع الناشئين في النادي الاهلي منذ شهرين تقريبا، يعني بيتم اختباره. مؤخرا الخبر بتاعنا انه تم عرض فيديوهاته على مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والذي ابدى اعجاب بامكانيات اللاعب ولكنه اشترط لتقطيع عقد مع اللاعب ان يراه داخل الملعب، وبالفعل النادي الاهلي بدا التخطيط. اللاعب يتواجد حاليا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي مع فريق الامل المكون من بدر رجب رئيس قطاع الناشئين من اجل فرز مواهب للفريق الاول. فريق الامل هو فريق مكون من مواليد 2003 و2005 و2007 من ابرز اللاعبين اللي هيتم العمل عليهم وتسويقهم او تصعيدهم للنادي الاهلي بحكم ان دوري 2003 انتهى هذا السن ولن يكون في دوري المواليد 2003 في الموسم المقبل، وبالتالي اللعيبه المميزين سيتم تصعيدهم للفريق الاول او تجديد عقودهم ومنحهم فرصه للاعاره يعني. لكن رامز حفظ الله المؤكد انه متواجد حاليا في فريق الامل بالنادي الاهلي بيتدرب مع الفريق وينتظر خوض مباراه يوم 29/6 الجاري لخوض مباراه امام طلائع الجيش، وهذه المباراه سيتابعها احد افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي لاصدار لرفع تقرير لمارسيل كولر المدير الفني للنادي بشان هذا اللاعب، وممكن جدا خلال الشهر القادم نجد رامز حفظ الله لاعبا في الفريق الاول للنادي الاهلي. وبكده يكون انتهى معانا لايف النهارده، وانتظرونا في لايف جديد من القسم الرياضي لموقع اهلي مصر.